توجيهات معالي رئيس الجامعه واهتمام الجامعه الشديد بموضوع التغير المناخي، اللي هو هيتعمل له مؤتمر مخصوص تحت رعايه اليونسكو في شهر 11 الجاي في شرم الشيخ، اللي هو سي او بي 27. المؤتمر ده بيشغل وزاره البيئه ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات كلها مكلفه انها تعمل زي حمله للتوعيه ضد التغيرات المناخيه، وان اي كليه او اي مجموعه من الباحثين عندهم اي توجهات بحثيه في هذا الاطار ان هم يتقدموا بيها، وان هم يعني يقدموها سواء كان في المؤتمر اللي هو هيتعقد في شرم الشيخ ده او في المؤتمرات الخاصه بالكليات المعنيه بهذا الامر. يعني يعني احنا بالنسبه لنا ككليه الصيدله يعني الحقيقه احنا بنتشرف بان احنا بنعمل اول نشاط يعتبر على مستوى الجامعه في هذا الاطار، في اطار التغير المناخي، من خلال محاضره هتقولها لنا يعني زميلتنا العزيزه الدكتوره رضوى عويشه، مدرس الميكروبيولوجي والمناعه في كليه الصيدله جامعه اسكندريه، تحت رعايه استاذه الدكتوره ميرفت امين قاسم عميد الكليه وقطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه في الكليه. يعني الدكتوره رضوى من الكانديديتس الرائعين الحقيقه عندنا في الكليه، متميزين جدا جدا. يعني هو طلب منها انها تعمل محاضره، فعملت الى جانب المحاضره مجموعه من الفيديوهات التوعويه الارشاديه، تنوعت ما بين الطويله والقصيره، بحيث ان هي بتدي مقدمه عن الموضوع قبل ما تيجي ميعاد المحاضره، فهي تبتدي تتكلم عنها باستفاضه، وده بدايه سلسله من الانشطه هتتعمل في هذا الاطار لحد ما يجي المؤتمر ان شاء الله في شهر 11. دكتوره رضوى عويشه خريجه كليه صيدله جامعه اسكندريه، وحاصله على الدكتوراه في البايوتكنولوجي والموليكولر بيولوجي من جامعه اريزونا في الولايات المتحده الامريكيه. والحقيقه من ساعه ما عادت من البعثه بتاعتها واستلمت العمل في قسم الميكروبيولوجي، وهي نموذج لعضو هيئه التدريس المتميز في كل حاجه الحقيقه، خلقا وعلما. ولما طلب منها هذا الموضوع كالعاده اخذته على عاتقها وعملت احسن ما يكون. فانا متاكد ان المحاضره ان شاء الله هتكون ممتعه وتذكر، وباذن الله كلنا بنستمتع مع بعض بهذا اللقاء الجميل ان شاء الله، وبالفايده المرجوه باذن الله تعالى. تتفضلي دكتوره رجوة تشرفينا بالمحاضره. شكرا جزيلا دكتور شريف على المقدمه دي، شهاده حضرتك اعتز بيها. يعني النهارده ان شاء الله العنوان بتاع المحاضره Climate Change the Greatest Threat to Human Health، تغير المناخ اكبر تهديد لصحه الانسان. والحقيقه ان احنا يعني لسه طالعين، لسه احنا في وباء، يعني وباء الكورونا، ودايما بنفكر في صحة الإنسان، يعني بنفكر في الأمراض المعدية، بنفكر في السرطان، بنفكر في أمراض كتير، مش بنفكر إن تغير المناخ هو فعليا أكبر تهديد لصحة الإنسان. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع تغير المناخ وإزاي هو بيهدد صحة الإنسان. طيب النهاردة إن شاء الله إيه المواضيع اللي هنغطيها؟ أول حاجة هندي مقدمة عن climate change أو تغير المناخ، إيه هو موضوع تغير المناخ وليه بيحصل؟ هنشوف إحنا واقفين فين دلوقتي؟ إيه اللي إحنا وصلنا له؟ إيه التغير اللي إحنا فعلا شايفينه؟ وإيه اللي يحصل لو ما خدناش immediate action، يعني لو ما حصلش تدخل من البشر لوقف أو تقليل من سرعة تغير المناخ؟ بعد كده هنتكلم على الموضوع الأساسي اللي هو الهيلث امباكتس أو التأثيرات الصحية لتغير المناخ، التأثيرات على صحة الإنسان. وفي الموضوع ده هنغطي الإكستريم هيت اللي هي الحرارة الشديدة، الأمراض المعدية، فود انسيكيورتي، الجفاف، والصحة النفسية. وفي الآخر خالص إن شاء الله هنشوف إيه اللي احنا نقدر نعمله في مشكلة تغير المناخ. طيب الأول خالص نبدأ نتكلم يعني إيه تغير المناخ. في الأول مصطلح اللي هو global warming أو الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي. global warming ده نفهم الأول هو إيه، بعد كده نشوف يعني إيه تغير المناخ. الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي معناها إنه درجة حرارة الأرض عمالة تزيد. ليه بتزيد؟ ده نتيجة حاجة اسمها الغازات الدفيئة أو greenhouse gases. اللي بيحصل انه نتيجه ان الانسان بيحرق وقود زي البترول والغاز والفحم، ده بيطلع نوع معين من الغازات اسمها الغازات الدفيئه او جرين هاوس جاسز.
اللي هي بشكل أساسي ثاني أكسيد الكربون والميثان والنيتروس أكسيد والأوزون. كل الغازات دي لما بتبقى موجودة على سطح الأرض بتحبس أشعة الشمس، فزي ما شايفين هنا في الصورة أشعة الشمس المفروض إن في جزء منها هيرجع تاني، بس اللي بيحصل إن هو بيتحبس هنا على سطح الأرض، فده بيزود درجة حرارة الأرض. فبالتالي المسؤول الأول عن الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي هو نشاط الإنسان واستخدامه للفاسل فيولز اللي هي الوقود، وقود زي البترول والغاز والفحم. طيب ده الاحتباس الحراري. ايه بقى تغير المناخ؟ المناخ هو متوسط الطقس اللي احنا متعودين عليه على مدار سنين كتير، ده الطقس المتوسط المعتاد. لكن تغير المناخ معناها انه بدأ يحصل تغير عن المعتاد، فده احنا شايفينه مثلا في صورة ايه؟ شايفينه في صورة موجات حرارة شديدة جدا، بنشوفه في صورة فيضانات، بنشوفه في صورة اعاصير. فده كل ده ما هواش الطبيعي. الطبيعي في المناخ كان قبل يعني سنة 1850 في القرن 19 ما كانش هو ده المعدل بتاع حدوث الحاجات الاكستريم دي. فبالتالي تغير المناخ حاصل نتيجة الاحتباس الحراري اللي هو نتيجة أنشطة الإنسان، ونتيجة الإنسان بيستخدم أو بيحرق الفاسل فيولز أو البترول والغاز والفحم. طيب الجرين هاوس جاسس أو الغازات الدفيئة دي زي ما اتكلمنا بشكل أساسي هو الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون، والميثين والنيتروس أكسيد والأوزون. هي الحاجات دي بتيجي نتيجة حرق الفاسل فيولز. ففي ناس بتنكر يعني تغير المناخ او بتقول ان الانسان مش مسؤول عنه، بس العلم يعني بيقول انه ده نتيجه انشطه الانسان. في الوضع العادي ما كانش هيبقى فيه التغير الكبير اللي احنا شايفينه في المناخ، وده حاصل نتيجه البيرنينج اوف فوسيل فيولز. طيب مين المسؤول عن الغازات الدفيئه دي او اليو اس جرين هاوس جاسز؟ هنتكلم على الولايات المتحده عشان هم من اكتر الدول اللي بتطلع انبعاث من الجرين هاوس جاسز دي، وكمان عشان في ارقام كتير عندهم يعني. فبالشكل الاساسي زي ما شايفين ثاني اكسيد الكربون او الكربون داي اوكسيد هو بيمثل 80% من الغازات اللي بتسبب الجرين هاوس افكت او الاحتباس الحراري، و 28% من ده جاي نتيجة المواصلات، نتيجة العربيات والسيارات النقل والحاجات دي، 27% جاي من توليد الكهرباء، 22% من الصناعة، 10% من الزراعة، ومع الزراعة بيدخل الأبقار وكل البيف اندستري أو الميت اندستري. ده نتيجة إنه بيحصل إن عشان نقدر نربي عدد كبير من المواشي دي بيحصل deforestation، بيتشال أجزاء كتير من الغابات عشان يبقى في مكان أو مساحة إن يتربى عليها الأبقار دي، غير الأبقار بتطلع ميثين، فده بيعمل الجرين هاوس جاس إفكت ده برضه، بيعمل الاحتباس الحراري ده. و 7% من الأنشطة التجارية و 6% من المنازل. طيب إيه بقى العواقب بتاعة الاحتباس الحراري؟ إيه عواقب إن درجة حرارة الأرض أو متوسط درجة الحرارة بتاعة الأرض بيزيد؟ أول حاجة هي الهيت ويفز أو موجات الحر. موجات الحرارة دي كانت بتحصل مرتين في السنة في الستينات، من أول 2010-2020 بقت 6 مرات في السنة. وأنا بتكلم عن موجات الحرارة الشديدة. في موجات حرارة شديدة جدا 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 هي كانت زمان قبل القرن 19، قبل العصر الصناعي، كانت بتحصل مرة كل 50 سنة. دلوقتي دي بقت بتحصل مرة كل 10 سنين، فده زيادة في عدد موجات الحرارة الشديدة جدا. تاني حاجة بتحصل نتيجة كده هو الجفاف أو الدراوت، والدراوت ده بيؤدي للتصحر، بيؤدي إن الجفاف ده بيخلي إن أرض بقت صحراء، كانت الأول أرض زراعية بقت صحراء، حصل جفاف. ومتوقع إن بحلول سنة 2030 في 700 مليون شخص at risk of being displaced، يعني 700 مليون شخص ممكن يبقوا معرضين إن هم يسيبوا منازلهم ويهاجروا المكان تاني نتيجة الجفاف والتصحر ده. بعد كده الجفاف والهيت ويفز دي بتعمل وايلد فايرز اللي هي حرائق الغابات. الحرائق بتاعت الغابات دي متوقع ان بحلول سنة 2100 هتزيد بنسبة 50%. هي اصلا لو احنا متابعين هنلاقي ان في حرائق غابات يعني زايدة كتير في مثلا كاليفورنيا وفي أماكن كتير في العالم، في غابات عمالة بتحترق بسبب الجفاف وبسبب موجات الحرارة الشديدة جدا. طيب في حاجة مهمة جدا بتحصل هي melting of glaciers اللي هي ذوبان الجليد. الجليشيرز اللي هي عبارة عن كتل تلج ضخمة
دي اتكونت في يعني عمرها ممكن آلاف السنين، فهي عمالة دلوقتي بيحصل ذوبان للجليد ده. ده ممكن يعمل مشاكل كتير جدا. يعني متوقع في سنة 2035 الهيمالايان جليشرز اللي هي موجودة في جبال الهيمالايا في الهند، متوقع ان هي ممكن تختفي تماما. متخيلين يعني ده 2035؟ ده مش بعيد خالص، يعني ده كمان فوق العشر سنين بشوية صغيرين. ده غير بقى أماكن تانية كتير في العالم بدأ يحصل فيها الذوبان بتاع الجليد ده، وده مشكلة في حاجتين. أول حاجة إن الجليشرز دي نفسها تعتبر مصدر مية، هي لما بيجي عليها الصيف بتبدأ تسيح، وده الطبيعي يعني بيحصل دورتها كده، إن بيجي عليها الصيف بتبدأ تسيح وتبقى مصدر للمية. فطبعا لما هي درجة الحرارة زادت فالجليشرز دي بتسيح، فكده ده بيعمل جفاف لأن مصدر المية ده اتقطع. مصدر المية ده كان المفروض إن هو في الصيف بيبقى فيه مية وفي الشتاء يرجع يبقى فيه جليد، دلوقتي مصدر المية ده اتقطع فبيحصل بسبب كده جفاف. فهيحصل جفاف في مناطق، ويحصل كمان rising sea levels أو يحصل إنه ارتفاع مستوى البحر بسبب الجليشرز اللي عمالة تسيح دي. فبالتالي المشكلة اللي بعد كده هنتكلم عليها هي ارتفاع مستوى البحر rising sea levels. من مقارنة بسنة 1880 لغاية دلوقتي زاد مستويات البحر بنسبة أو بدرجة 21 ل 24 سنتي، وده نسبة كبيرة جدا، خصوصا لو خدنا بالنا إن تلت الرقم ده حصل في آخر 25 سنة بس. فده إحنا ماشيين بمعدل إن إحنا عمالين مستوى البحر عمال يزيد، ونتيجة كده بيحصل فيضانات. الفيضانات دي إحنا عارفين إنها بتأثر على المدن، بتأثر على الطرق، على الكباري، على توليد الكهرباء، بتأثر على معالجة مية الصرف، على مية الشرب، بتبهدل البلاد اللي بيحصل فيها الفيضانات. وده على أحسن تقدير، إحنا مش بنتكلم بقى على سيناريو كمان إن المدينة كلها تبقى تحت مستوى البحر. بعد كده كمان الهيريكينز او الاعاصير، ودي الانتنسيتي او شدتها والامباكت بتاعها بيزيد بسبب تغير المناخ. زي ما شفنا في امريكا بقت الهيريكينز او الاعاصير الحديثه اللي كانت بتحصل زي هاربي مثلا، حصل انه التاثيرات بتاعتها كانت اكتر اضعاف كتير بسبب تغير المناخ. واخر حاجه، هي مش اخر حاجه طبعا، جزء من حاجات كتير، ماس اكستنكشن اوف سبيشيز، ان يحصل انقراض لأنواع وأجناس من الحيوانات والنباتات والمخلوقات اللي احنا بنبوظ لها التوازن الطبيعي اللي ربنا خلقه في الأرض. متوقع انه سنة 2070 لو احنا ما تدخلناش دلوقتي ممكن تلت الحيوانات والمخلوقات والنباتات الموجودة او الكائنات الموجودة دلوقتي تنقرض بحلول سنة 2070. انا هاخد مثال واحد بس، هو الخلايا النحل البي هايفز. مقارنة لو قارنا سنة 2015 في أمريكا البي هايفز بسنة 98، كان عدد خلايا النحل دول في أمريكا سنة 98 5 مليون، في 2015 بقوا 2.5 مليون، يعني قلوا للنص. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، احنا نعتمد على النحل في ان هو بيعمل pollination للنباتات والcrops او المحاصيل اللي احنا بناكلها بتعتمد في التلقيح على النحل ده. والنحل عموما من الكائنات المفيدة جدا، يعني احنا عمالين نضر نفسنا ونضر الكائنات التانية بسبب أنشطة الإنسان وبسبب أنانية الإنسان، وإن هو شايف إن هو أهم حاجة إن هو الدنيا تمشي زي ما هو عايز، نستخدم الوقود زي ما احنا عايزين، greenhouse gases زي ما احنا عايزين. فده بيأثر على الأنواع المخلوقات التانية والكائنات التانية اللي عايشة معانا على الكوكب، اللي هم ليهم حق في الكوكب أكتر مننا كمان، يعني احنا بس واخدين حقهم ومش هممنا ان هم بينقرضوا ويحصل لهم extinction. طيب الوضع حاليا ايه؟ ان احنا درجة الحرارة لو قارناها في سنة 1850 هنلاقي ان هي زادت حوالي درجة واثنين من عشرة، يعني بين درجة واحد من عشرة لدرجة وثلاثة من عشرة، يعني خلينا نقول average 1.2 او درجة واثنين من عشرة مئوية مقارنة ب 1850. طب ده معناه ايه؟ يعني ايه التغيرات اللي احنا شايفينها دلوقتي حالا في الزياده دي؟ ممكن حد يقول لي الرقم ده صغير، ايه يعني درجه واثنين من عشره؟ بس ده متوسط، يعني درجه واثنين من عشره في المتوسط ده معناه تاثيرات كبيره جدا في الاحداث الطقسيه او الكلايمت ايفنتس اللي احنا بنشوفها حوالينا. خلينا نشوف يعني شويه امثله بسيطه بالاضافه اللي انا قلته من شويه. لو احنا متخيلين انه climate migration او مشكلة ان الناس تهاجر من بلدها بسبب تغير المناخ دي حاجة بعيدة او حاجة هتحصل في المستقبل، لا هي حاجة حاصلة دلوقتي فعلا. هنتكلم على مثال بنجلاديش،
في يعني هناك حصل تغير مناخ وحصل صادم فيضانات بسبب تغير المناخ، ونتيجة كده إن الناس اضطروا يهاجروا ويسيبوا بلدهم ويسيبوا بيوتهم، كان عندهم أملاك، كان عندهم حياة كاملة في مدينتهم، واضطروا إن هم يهاجروا ويبقوا لاجئين في أماكن تانية ويبقوا climate migrants. هتكلم كمان شوية على مثال في اسكندرية عشان نعرف إن الحاجات دي مش بعيدة عننا خالص. بعد كده الهيت ويفز او موجات الحر، موجات الحر بقت شديده جدا. اكيد احنا ملاحظين ان احنا بقى بيجي علينا موجات في الصيف حر بشكل ما كانش معهود، يعني اي حد دلوقتي بيقول احنا ما كانش قبل كده الحراره بتوصل للدرجه دي. فالهيت ويفز الشديده جدا دي ده من احد التاثيرات تغير المناخ اللي احنا بقينا بنشوفها. الجليشير ميلتينج لسه كان قريب في شهر يوليو، حصل 2 افلانشز من الثلج ده، واحد فيهم ادى لوفاه 11 واحد هايكر، يعني ناس رايحه بتمشي في الجبال دي او هايكينج في الجبال دي، ونتيجه الجليشير افلانشز دي او جليشير ميلتينج مات 11 شخص. والحوادث دي بقت بتتكرر وبقت عماله تزيد بسبب تغير المناخ. حرائق الغابات انا اتكلمت عليها زي اللي حصل في كاليفورنيا، ده مثال يعني فيهم، بس طبعا حصل في دول كتير. فده برضو من ضمن الحاجات اللي هي manifestations بتاعت درجة واتنين من عشرة، فما بالنا لو زاد عن كده بقى عدد كبير، بقى ناس بتموت بسبب حرائق الغابات دي، بتفضل حرائق مدة طويلة، ودي دولة عظمى تقدر ان هي يعني تحاول ان هي يعني تحل المشكله دي. امريكا عندها امكانيات انها تطفي الحرائق دي لما تحصل، انها تحاول تتجنبها او تحاول تقلل من الامباكت بتاعها، فما بالنا بدول كتير ما عندهمش الامكانيه ان هم يعملوا حاجه زي كده. طيب هتكلم على السيناريو ايه اللي يحصل لو زدنا لثلاث درجات زياده. هو احنا لو بصينا هنا في الجراف ده هنلاقي انه الحراره عماله تزيد، يعني مقارنه ب 1900 هي عماله تزيد، فهنا تقريبا الزياده دلوقتي زي ما انا قلت كده 1.2 حوالي 1.2 من عشره. لو طلعنا فوق شويه يعني قدام شويه مع الزمن، يعني البروجكتد هو في دراسات كتير ما بين ان هي هتزيد لواحد ونص، وده احسن سيناريو اللي احنا بنأمله، واللي هو غالبا دلوقتي تقريبا في اتفاق ان احنا مش هنوصل له، احنا هنعديه، ولغايه 6 درجات. يعني كل دي احتماليات، ممكن نبقى 1.5، ممكن نبقى 2، ممكن نبقى 3، ممكن نوصل لغاية 6 درجات بحلول سنة 2100. طبعا يعني احنا لو وصلنا 6 درجات دي حاجة كارثية، بس خلينا نقول الافريج، خلينا نقول الرقم اللي هو 3 درجات. لو 1.2 بتاع دلوقتي بقت زيادة 3 درجات مئوية، انا هتكلم على المدن اللي هتتاثر. طبعا المدن الساحليه اللي هتتاثر كتير، لو بصينا على شانغهاي 17.5 مليون شخص عايش في المدينه دي، هونغ كونغ 8.4 مليون، اوساكا 5.2 مليون. نيجي بقى لايه لافريقيا، من اكتر المدن اللي هتتاثر هي اسكندريه، 3 مليون شخص دلوقتي هيتاثروا بسبب الثلاث درجات. لو بصينا هنا على خريطه اسكندريه وخريطه الدلتا، كل الجزء اللي بالأزرق ده لو احنا فعلا وصلنا للسيناريو 3 درجات، كل ده هيبقى تحت البحر. يعني كل تقريبا معظم الناس اللي سمعاني دلوقتي المكان اللي هي قاعدة فيه هيكون تحت البحر لو وصلنا لثلاث درجات مئوية. وللأسف الشديد احنا بقى عندنا إحساس انه يعني خلاص، طب نعمل ايه؟ ما خلاص احنا كده كده هننزل تحت البحر، طب ما فيش حاجة تانية. لا ان شاء الله ممكن في حاجات تتعمل وهنتكلم كمان شوية، بس احنا لازم نعرف ان السيناريو بتاع 3 درجات ده مش بعيد خالص، لانه يعني احنا كانوا بيتكلموا في الاجريمنت بتاع باريس ان احنا نوصل عند 1.5. احنا دلوقتي خلاص عارفين ان احنا تقريبا مش هنبدا عند 1.5، احنا هنوصل ل2، وبنقول يا رب بس نفضل عند 2، لانه انا شفت ارقام ان احنا يعني هنعدي وهنوصل ل2.5، وهتبقى مشاكل كارثيه لو وصلنا للارقام الكبيره دي. لو نفتكر مع بعض سنة 2015 حصل فيضانات في اسكندرية، وأكيد احنا شفنا الصور دي وشفنا صور أكتر منها، وفي بعضنا صور صور زي كده. ولو احنا فاكرين ان يعني فكرة climate migration بعيدة عننا، هي حصلت في اسكندرية، في ناس كانت صيادين كانوا عايشين في الماكس، عند الماكس كانال ده، والدولة نقلت لهم بيوتهم لأماكن تانية بعيد شوية عن المية، لأنه الفيضانات غرقتهم، غرقت بيوتهم، والناس دول يعني حياتهم اتغيرت تماما. الناس دول كانوا هما ده بلدهم، ده بيتهم، ده المكان اللي هما يعرفوه، ما يعرفوش مكان غير كده،
خلاص هم اضطروا ان هم ينقلوا في مكان تاني، ده جوه اسكندرية. احنا بقى بنتكلم على سيناريو انه ممكن كلنا بقى نلاقي نفسنا مضطرين ناخد حاجتنا ونسيب بيوتنا ونسيب كل حاجة نمتلكها وننقل، مثلا نروح طنطا او نروح مكان تاني بسبب ال climate change، او ان احنا نضطر يبقى في relocation بسبب ال climate change. فدي حاجات مش بعيدة عننا، لازم نعرف ان هي احنا فعليا شايفين التأثيرات بتاعتها، بس احنا بننسى. يعني احنا مثلا حصل فيضانات ونقول اه دي مرة وخلاص، أو مش حاجة متكررة، بس ده بسبب تأثيرات تغير المناخ، ودي مشكلة لازم ناخدها جد ونشوف ايه الحلول ليها. طيب ايه اللي يحصل لو احنا ما خدناش اي اكشن؟ احنا قلنا احنا واقفين دلوقتي عند 1.2، ايه اللي يحصل في سيناريو 1.5 وسيناريو درجتين مئوية؟ تمام. طيب بالنسبة لسيناريو 1.5، بالنسبة للنباتات هيحصل انه 8% من النباتات هتفقد نص المساحة اللي هي تقدر تنمو فيها. يعني كل نبات ليه مكان او نطاق جغرافي معين بيقدر ينمو فيه، 8% من النباتات هتفقد نص المساحة اللي هي تقدر تنمو فيها. لو وصلنا لدرجتين مئوية ارتفاع، 8% دول هيبقوا 16%. يعني معناها ان من 1.5 ل2 هيحصل ان المشكلة بتاعت النباتات دي هتتضاعف. طيب لو بصينا على الحشرات او انواع من الانسكتس، هنلاقي انه 6% هيتأثروا في حالة 1.5، لكن هيبقى 18% في حالة الدرجتين، وده 3 أضعاف المشكلة. اكتر حاجة بتأثر بيها جدا موضوع الشعب المرجانية او الكورال ريفز. عند 1.5 هنفقد 70 ل90% من الشعب المرجانية الموجودة على الأرض كلها، ولو وصلنا لدرجتين هنفقد 99%. يعني احنا فعليا دلوقتي لما نروح الأماكن فيها الشعب المرجانية هنلاقي ان ممكن 50% منهم ماتوا خلاص، هما مش قادرين يتحملوا 1.2 زيادة اللي حصلت دي. ودي من أجمل الكائنات اللي عايشة على وجه الأرض. يعني بأي حق احنا كبشر نوصل درجة الحرارة ان احنا نقضي على نوع كامل من المخلوقات اللي هي الشعب المرجانية؟ ولو وصلنا لدرجتين هنبقى 99%، وده 29% زيادة في مشكلة الشعب المرجانية. الاكستريم هيت او درجات الحرارة الشديدة جدا جدا هتأثر على 14% من سكان العالم، هيبقوا exposed للحرارة الشديدة جدا. لو وصلنا لدرجتين هيبقى 37%، وده زيادة 2.6 times. فطبعا زي ما احنا شايفين ممكن حد يبقى شايف انه ايه المشكلة يعني من 1.5 لدرجتين، لا دي مشكلة كبيرة او تغير كبير احنا مش عايزين نوصل له او بنأمل من نوصلوش، بس غالبا احنا رايحين في اتجاه الدرجتين للأسف الشديد. ده كده كانت مقدمة عن تغير المناخ. أنا موضوع المحاضرة النهاردة هو الـ health impacts بتاعة الـ climate change أو تأثيراتها الصحية. فأنا هتكلم عن 5 حاجات إن شاء الله. أول حاجة هي الـ extreme heat أو درجة الحرارة الشديدة جدا، الـ infectious diseases أمراض المعدية، food insecurity وجود الغذاء أو توفره، drought and fires الجفاف والحرائق، والمنتل هيلث او الصحه النفسيه. طيب اول حاجه بالنسبه للاكستريم هيت الحراره الشديده جدا جدا، لو احنا بصينا لموجات الحراره عموما هنلاقي ان ما بيحصل موجه حر في ناس بتموت، دي حاجه معروفه. اي موجه حر شديده يعني ممكن تسبب الوفاه لبعض الناس ما يقدروش يستحملوا الحر الشديد، بس احنا بنقول ان الموجات الحراره الشديده عماله تزيد، فده طبعا بيزود معدل الوفيات بسبب الاكستريم هيت او سبب الهيت ريليتد داث. يعني حاليا الهيت ريليتد داث او عدد الوفيات اللي بتحصل بسبب الحراره الشديده في تلتها سببه تغير المناخ، يعني تلتها لو ما كانش الانسان بيعمل الانشطه بتاعته دي ما كانتش هتحصل، كان تلت الوفيات دي ممكن نتجنبها. حاليا احنا عندنا تلت بسبب الكلايمت تشينج. لو بصينا على الارقام دي في الكويت وايران الدول اللي ممكن يبقى عندها موجات حراره اكتر شويه، 66% بسببه الهيت الكلايمت تشينج، يعني 66% مش التلت، دول تلتين في الكويت وايران. طيب هنبص على مدن، يعني مدن في العالم زي ساو باولو، اثينا، مدريد، طوكيو، بانكوك، نيويورك، هنلاقي ان في
زياده في الهيت ريليتد ديث كل سنه، يعني كل سنه في عدد ناس دول ماتوا دول زياده بسبب الكلايمت تشينج. 239 في ساو باولو، في اثينا 189، مدريد 177، نيويورك 141. ده عند 1.2. طيب ايه المتوقع في المستقبل لو احنا استمرينا على المعدل ده وما عملناش اي توقف في المشكله دي؟ هنلاقي ان كل في 209 مدينه في امريكا، لو ان كل واحده منهم هيزيد عدد وفيات بسبب الحراره كل سنه، في زياده 2,000 ل 10,000 شخص بيموتوا زياده. ده رقم كبير جدا، يعني متخيلين 2,000 ل 10,000 في كل مدينه من 209 مدينه في امريكا. طب ده احنا بنتكلم على الوفاه. طب الحالات المرضيه بقى ممكن تزيد بسبب الاكستريم هيت. احنا جسمنا مش معمول او مش ديزاين ان هو يفضل يستحمل الحر ده متواصل. فاللي بيحصل انه ممكن يحصل هارت اتاك او ستروك، يحصل جلطه او يحصل هارت اتاك بسبب ايه؟ اول حاجه انه الجسم عمال يفقد المينرالز او المعادن بسبب السوات، وكمان القلب محتاج انه يشتغل اكتر بسبب درجه الحراره عشان يقدر يوصل دم لكل الجسم، يحتاج انه يشتغل اكتر. فنتيجه الاثنين دول مع بعض ده ممكن يؤدي للهارت اتاكس والستروكس. طيب ممكن كمان ان يحصل worsening of pre-existing conditions، يعني الشخص لو هو اصلا عنده conditions زي مثلا مشكله في الكلى او مشكله اي مشكله تانية، الحر بيزودها. يعني مثلا الحر ممكن يزيد فيه الجفاف او dehydration، الشخص جسمه عمال يفقد ميه، فلو هو اصلا عنده مشكله في الكلى هتسوء بسبب الحر الشديد ده. فطبعا الناس اللي هتتاثر اكتر هيكون الناس اللي عندهم pre-existing conditions، الناس اللي عندهم الناس الكبار في السن، وده زي ما حصل في كوفيد. يعني ان احنا بنلاقي انه الناس بتكمل حياتها عادي جدا، مش بتفكر في الناس دي ايه المشكله. يعني اما واحد عنده مشكله في الكلى ولا مشكله pre-existing conditions ما يموت بقى ويريحني، ليه انا بقى مضطره البس كمامه، وليه انا مضطره احط تطعيم، ليه انا مضطره اعمل حاجه، ما هو يموت وخلاص. فللاسف الشديد احنا بنلاقي طريقه التفكير دي بتنتشر في الازمات. يعني كل واحد بيقول نفسي كبار في السن، طب ما خلاص بقى، يعني هم كانوا عايشين ليه ما يموتوا بقى وخلاص، يعني لازم نقعد نفكر فيهم ونلبس كمامات عشان نحميهم وكل وناخد تحاليل وناخد تطعيمات، طب مش لازم بقى. يعني فده اللي بيحصل، ان احنا بنلاقي في الازمات دي الناس اللي بتتاثر هي الناس الفولنربل، هي الناس اللي اصلا عندها مشاكل او مثلا كبار في السن او في وضع ان هم فولنربل. فدول هنلاقيهم برضو تاثروا في حاله تغير المناخ. يحصل كمان pregnancy complications، ودي are associated with heat waves، يعني درجة حرارة شديدة ممكن تعمل مضاعفات في الحمل، من ضمنها كمان ال preterm birth أو يحصل إن الطفل يتولد بدري. طيب في ال heat waves اللي أنا جايبة صور منها دي أو موجات الحرارة دي، دلوقتي في مقاله طلعت امبارح في الجارديان، دراسه اتعملت انه درجات الحراره الشديده جدا او الهيت ويفز او موجات الحر الشديده جدا اللي حصلت في المدن دي ما كانتش هتحصل من غير الهيومن انديوست كلايمت تشينج، ما كانش هيحصل من غير ما البشر هم اللي عاملين الموضوع ده، ماشي حاجه حصلت بسبب ان يعني مره واحده الجو حرر ولا كده، دي كلها خلاص مرتبطه 100% بنسبه انه الانسان هو اللي عمل الازمه دي. هلاقي هنا دي في باكستان في مايو 2022، الناس بتشتكي من موجه حر شديده جدا جدا، مش عارفين يناموا مش عارفين يعيشوا. في طوكيو في اليابان في يوليو 2018، وبرده حصل تاني السنه دي في 2022، الناس اتنقلوا المستشفى، حر شديد جدا جدا، وفيات في يوليو 2021 في فانكوفر كندا. دايما نفكر في كندا بنفتكر الجليد والبرد، حر موجة حر شديدة جدا جدا في يوليو 2021، وكل الموجات الحر اللي انا بتكلم عليها دي ما كانتش هتحصل من غير الهيومن انديوست كلايمت تشينج، ودي حاجة بقت علمية مؤكدة، مش مجرد بس اسوسيشن، ومش مجرد انه جزء من الكلايمت تشينج وجزء من انه الطبيعه مثلا، او طبيعي ان كان يبقى حر في الفتره دي. طيب تاني حاجه هتكلم عليها هي الامراض المعديه او الانفكشس ديزيزز. هتكلم على حاجه اسمها فيكتور بورن ديزيزز. الفيكتور بورن ديزيزز هي الامراض اللي بتتنقل عن طريق فيكتور او طريق حامل، حاجه زي مثلا الحشرات زي الموسكيتوز، التيكس اللي هي الناموس او البعوض،
القراد والحاجات دي بتنقل انواع معينه من الامراض، زي مثلا الزيكا. زيكا ده فيروس بيعمل لو واحده اتصابت وهي حامل، الطفل بيتولد عنده التشوه اللي احنا شايفينه ده، بيكون حجم راسه صغيره. دنجي فيفر او الحمى الدنجيه، حمى الدنك، دي برضو بتتنقل عن طريق قرصه ماسكيره. الملاريا، احنا عارفين الملاريا بتتنقل عن طريق برضو الماسكيروز. اللايم ديزيز ده بيتنقل عن طريق التكس. كل دي في الوضع الطبيعي ان الحشرات دي بتقدر تعيش في نطاق جغرافي محدد، يعني هي بتعيش في الاماكن الحر. احنا دلوقتي مع تغير المناخ بنلاقي الحشرات دي عايشه في اماكن غريبه، يعني ليه الحشرات دي تبقى موجوده في كندا، ليه تبقى موجوده في امريكا الشماليه؟ بنلاقيها عايشه في الاماكن دي وبتصيب عدد اكبر من البشر وبتسبب مرض لعدد اكبر. غير بقى النطاق الجغرافي، في نطاق زمني، يعني هي بتزيد مثلا في الصيف، هي مش هتقدر ان هي تبقى شغاله في الشتاء، لكن دلوقتي احنا الشتاء بقى قصير والربيع بقى بيجي بدري، فده بيزود عدد الامراض او عدد الناس اللي بيجي لها الامراض دي، زي كل الامراض اللي احنا شايفينها قدامنا في السلايد ده. بالنسبه للفيكتور بورن ديزيزز، في كمان الواتر بورن ديزيزز، ودي الامراض اللي بتتنقل عن طريق الميه، وده بيحصل في حالات الفيضانات. مثلا لما بيحصل فيضان بنلاقي ان البلد كلها بتقف، احنا شفنا بعينينا في اسكندريه انه ميه الشرب بتتاثر، ميه الصرف بتتاثر، معالجه ميه الصرف بتتاثر، وكل ده بيعمل امراض. بيحصل ان الميه بيحصل لها تلوث ويحصل امراض بتتنقل عن طريق الميه، كلها امراض معديه. الفود كونتامينيشن او ان الاكل يبقى ملوث، طعام يبقى ملوث، ده بيحصل مع الحر الشديد، وبيحصل كمان مع الثاندر ستورمز. الستورمز او العواصف الشديده جدا بتزود نقل الامراض اللي هي زي السالمونيلا والنور فيروسز والحاجات دي، فده بيزود فرصه الفود كونتامينيشن. فهو في توازن موجود في الارض، ربنا خلقه سبحانه وتعالى، احنا عمالين نبوظه، ونتيجه كده احنا بندي فرصه لحاجات كتير تحصل ما كانتش في الوضع العادي ممكن تحصل. بعد كده هتكلم على الفود انسكيورتي او نقص الغذاء. هو دلوقتي في مشكله، اول حاجه انه المحاصيل نفسها او انتاج المحاصيل نفسها عمال يقل. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الحراره بتزيد، فطبعا كل نبات المفروض فيه درجه معينه او سيزن معين او جو معين بيقدر ينمو فيه. احنا دلوقتي في increases in temperature، في مشكله في rainfall patterns، يعني سقوط الامطار برضو اتاثر، precipitation ده بيتاثر، فبيحصل نتيجه كده انه ده بياثر على انتاج المحاصيل. وكمان نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون الموجود على سطح الأرض، ده برضو بيأثر على إنتاج المحاصيل. فهو إحنا فعلياً شايفين دلوقتي نقص في المحاصيل، الكروب ييلدز أو المحاصيل يعني المنتجة. دي أول مشكلة. المشكلة الثانية كمان إنه القيمة الغذائية للمحاصيل دي بتقل، ده بسبب الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون اللي هو موجود على سطح الأرض، لقوا إن هو بيخلي إن النبات بيطلع بروتينز ويطلع زنك وبيطلع حاجات، الحاجات اللي هي النيوترينتس الموجوده فيه بتبدا تقل، لانها بتطلع للتربه، ما تبقاش موجوده في الاكل. ودي مشكله كبيره في الدول اللي هي يعني دول فقيره، ما عندهمش تنوع كبير في الغذاء. يعني احنا مثلا في مصر في ناس كتير مثلا بتعتمد في اكلها على الفول مثلا، او بتعتمد في اكلها على نوع او نوعين بس من الاكل، فتخيلوا ان القيمه الغذائيه تقل، فده بيأثر اكتر حاجه على الناس اللي هي الدول الفقيره. طبعا حاجه تانية بتتأثر هي الفيش ستوكس. الفيش ستوكس اللي هي كميه السمك او السمك نفسه بيبدا يهاجر ويبعد عن الاماكن الحاره، هو عايز يروح لاماكن المايه تكون فيها بارده، فنتيجه كده كميه السمك بتقل. احنا عندنا مدن بالكامل بتعتمد في اكلها وفي الغذاء بتاعها وفي الاقتصاد بتاعها على صيد السمك، فده طبعا بيأثر كتير على الدول دي. وهنلاقي الثيم اللي احنا بنتكلم عليه دايما في موضوع climate change، ان الدول الغنية هي المتسببة فيه والدول الفقيرة هي اللي بتدفع الثمن. الدول الغنية هتلاقي حلول والدول الفقيرة هتلاقي نفسها لابسة في الحيط. فدي مشكلة بقت يعني ثيم احنا شايفينه في كل حاجة انا بتكلم عليها دلوقتي. لما نيجي نتكلم على الهيت ويفز هنلاقي ان في ناس تقدر ان هي هتشغل تكييف هتتصرف، في ناس تانية لا، هتلاقي نفسها ان هي فعليا عايشة في الحر ده بشكل متواصل، وممكن ده يؤدي للوفاة. الفود انسكيورتي، هما لما الاكل هيقل
مين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انه الدول الفقيره هي اللي هتدفع الثمن، هتلاقي ان هي مش لاقيه اكل، وتلاقي ان هي يحصل عندها malnutrition او زي يعني مشاكل الغذاء نفسه، يعني نقص في الغذاء. فده ممكن، ده مرتبط بامراض كتير زي الدايابيتس اللي هو السكر، الهارت ديزيز امراض القلب، والكانسر السرطان. ممكن بسبب كل ده بقى يبدأ يحصل conflict ويحصل حروب ويحصل competition over limited resources، إنه يحصل إنه الكمية الموارد قليلة جدا أو محدودة، وبالتالي الناس بتحارب بعض عشان الموارد المحدودة دي. طيب رابع حاجة هتكلم عليها هي الجفاف والحرائق، drought and fires. الدراوت اللي هو الجفاف وممكن يؤدي للديزرتيفيكيشن او التصحر. الفكره انه درجه الحراره لما بتزيد ده بيؤدي للجفاف، واحنا اتكلمنا كمان على انه الذوبان بتاع الجليشرز او الجليشر ايس ده لما بيزيد، لما بيسيح يعني او بيحصل بيدوب، ده مصدر ميه بيتقطع، فبيحصل نتيجه كده جفاف او بيحصل دراوت. حاليا في يعني مدن كتير او اراضي كتير بدات تتاثر بموضوع الجفاف والتصحر ده. لو وصلنا لدرجه ونص، يعني احنا دلوقتي عند درجه 2 من 10، وصلنا لدرجه ونص هنلاقي ان 24% من الارض في العالم هتتاثر بالجفاف والتصحر. لو وصلنا لدرجتين مئويه هنوصل ل 32% من مساحه الارض. فده معناه ايه؟ ايه معنى انه الارض كانت زراعيه وبقت صحراء؟ ده معناها هجرة، معناها migration. في عشرات الملايين كل سنة، لو احنا فعلا وصلنا لثلاث درجات مئوية هنلاقي ان عشرات الملايين بيهاجروا ويسيبوا بلدهم. هما كانوا عايشين في مكان مضطرين يهاجروا المكان تاني، تمام؟ فده migration ده بيحصل عند يعني هو دلوقتي احنا شايفينه بيحصل، ولو وصلنا لثلاث درجات هنلاقي عشرات الملايين. احنا متخيلين مثلا لما حصل أزمة حرب مثلا بتاعت اوكرانيا او اللي حصل في سوريا او اي مكان حصل فيه مشكله خلت الناس مضطره تهاجر من بلدها، العالم بقى عامل ازاي؟ بقى كل حد عمال يقول لا احنا نستقبل المهاجرين دول ليه؟ لا احنا هنستقبلهم ازاي؟ لا احنا ما عندناش مكان ليهم. متخيلين عشرات الملايين كل سنه مضطرين يهاجروا ويسيبوا بلدهم، وكل واحد بقى يقول لا انا الارض دي بتاعتي، انا الميه دي بتاعتي، انا الاكل ده بتاعي، انا مش عايزه ادي ده لحد تاني، ليه المهاجرين يجوا يشاركوني فيه؟ فطبعا هيحصل أزمة كبيرة جدا جدا لو وصلنا لثلاث درجات مئوية. فده بيؤدي برضو للفود انسيكوريتي أو نقص الغذاء، لأنه هنلاقي إن الأرض الزراعية عمالة تقل وفي هجرة وناس كتير بتتنافس على موارد محدودة. لو تابعنا هنلاقي إن حصل جفاف في إثيوبيا سنة 2015 اسمه النينيو دراوت، ودي صور من الجفاف ده، وناس اضطرت تهاجر. يعني ده كان أسوأ جفاف من 50 سنة. احنا كنا بنقول كده سنة 2015، هنلاقي ان احنا دلوقتي في 2022 هم عندهم جفاف شديد جدا جدا، وواصلين لمرحلة يعني الحيوانات بتموت، مئات الالاف من الحيوانات ماتت بسبب الجفاف اللي حصل في اثيوبيا. المال نيوتريشن وصل لالارمينج ليفلز، ده نتيجة ان حصل ان الامطار اتغيرت او ما كانش في امطار لمدة طويلة، ونتيجة كده حصل الجفاف. احنا كل كارثة من دول بيبقى مثلا اول ما حصلت يعني 2015 ده كان حاجة كارثية كله بيتكلم عليها، ده جفاف شديد جدا وليه اسم في اثيوبيا حصل. طيب بعد كده هل الدنيا اتحسنت؟ لا، احنا عمالين تاني نشوف الجفاف ده، واثيوبيا دلوقتي عندها جفاف شديد جدا. فالجفاف ده حاجة يعني حاصلة وواقعة وبتحصل دلوقتي قدام عينينا، مش حاجة في المستقبل. طيب يبقى الجفاف ده كان الجزء الأول من المشكلة. تاني جزء منها هي الوايلد فايرز أو حرائق الغابات. نتيجة إن درجة الحرارة بتزيد ونتيجة الجفاف ده بيؤدي إن الغابات يبدأ يحصل فيها حرائق، تمام؟ فسنة 2018 كاليفورنيا ولاية في غرب أمريكا حصل فيها حرائق غابات شديدة جدا جدا جدا، ناس كتير ماتوا وناس كتير بيوتها اتحرقت، وده كان بسبب ان الولاية شافت 5 سنين من حرارة شديدة جدا ما كانش ليها اي سابق في تاريخ الولاية.
فخمس سنين من الحرارة شديدة جدا. فلما وصلنا بقى بعد كده اللي حصل انه على السنة الخامسة دي او سنة 2018 حصل حرائق الغابات الشديدة جدا، وكانت اسوأ حاجة يعني اسوأ حرائق غابات الولاية كانت شافتها. هل وقفنا عند كده؟ لا، لما وصلنا لسنة 2020 و2021 حصل حرائق غابات أسوأ من بتاعة 2018. بقت 2020 هي رقم واحد و2021 هي رقم اتنين، وده الكلام ده يعني احنا ممكن نتخيل دي دولة عظمى عندها إمكانيات إنها توقف الحرائق بتاعة الغابات، عندها إمكانية تعوض الناس اللي بيوتها اتحرقت، الناس في الآخر هيلاقوا مكان يعيشوا فيه. ورغم ان هي شافت مثلا مشكله كبيره في 2018، فاكيد هم مستعدين في 2020 و2021، ورغم كده حصل حرائق غابات شديده جدا جدا، والمشكله مستمره، المشكله مستمره. لو احنا تابعنا دلوقتي اي حد يكتب بس على جوجل كاليفورنيا وايلد فايرز هيقول لك اخر حريقه حصلت امتى، ممكن تطلع كانت من يومين او النهارده او حاجه زي كده. حرائق الغابات مشكلتها ايه بقى؟ طبعا غير ان ناس كتير بيوتها اتحرقت وناس ماتت وناس هاجرت وخلاص، بارادايس اللي في كاليفورنيا دي ناس مش قادره تعيش فيها او ناس عماله تنقل منها او تهاجر منها. المشكله ان هي بتبقى سايكل، بنلاقي نفسنا في حلقه مفرغه، الغابات تؤدي لارتفاع الحراره وجفاف زياده، وده يؤدي الحرائق، والحرائق تؤدي الجفاف، والجفاف يؤدي الحرائق، ونلاقي نفسنا الحلقه مش بتنقطع. مشكلة كمان ان هي بتطلع كمية air pollution او تلوث في الهواء شديد جدا. الـ air pollution ده حاليا بيؤدي لوفاة 3.6 مليون شخص سنويا، ناس يعني premature deaths. كمان الـ air pollution بيعمل ازمة، وهو حصل قبل كده مثلا في ولاية فيكتوريا في استراليا في 2016 انه الـ emergency rooms او الغرف الطوارئ في المستشفيات اتملت بالكامل بسبب ناس عندها أزمة بسبب thunder storms. حصل عواصف، العواصف أدت لأزمة شديدة جدا عند الناس أو ضيق في التنفس شديد جدا، لدرجة إنه الطوارئ في المستشفيات اتملت على الآخر. فإحنا نتخيل مثلا الأزمة دي حاجة صغيرة يعني واحد بيكح شوية وخلاص، لا إحنا ممكن نلاقي المستشفيات اتملت على الآخر زي ما حصل في كوفيد مثلا، أو إن بسبب تلوث الهواء اللي جاي نتيجة الاحتراق بتاع الغابات. كمان حرائق الغابات بتزود الكاربون. طيب أنا كنت بتكلم على زيادة التلوث بتاع الهواء، فده أول مشكلة يعني ده أحد المشاكل بتاعة حرائق الغابات. بس كمان مشكلة تانية هو زيادة في الكاربون إيميشنز، إنه الجرينهاوس جاسز أو الغازات الدفيئة هي كمان بتزيد بسبب حرائق الغابات، وده بيزود global warming أو يزود الاحتباس الحراري، فده يزود wild fires، فنلاقي نفسنا في حلقة مش عارفين نخرج منها. فحرائق الغابات لما كناش نوقف في المشكلة دي هنلاقي إن هي أو نقلل منها، هنلاقي إن إحنا داخلين في حلقة مش عارفين نخرج منها خالص. خامس حاجة هتكلم عنها هي mental health أو الصحة النفسية. إحنا دايماً يعني دي من الحاجات اللي الناس بتنسى انها تعدها او تحسبها في الازمات والمشاكل الكبيره، ودي من احد المشاكل في كوفيد. ناس كتير يعني ما حسبتهاش من ضمن المعادله بتاعه الكورونا والتاثيرات بتاعتها. لو بصينا على المنتل هيلث تول في حاله الكلايمت تشينج هنلاقي ان هو كبير جدا. الناس اللي بتتاثر بالكلايمت تشينج او تغير المناخ ممكن الاحداث اللي تكون حصلت لها في حياتها مثلا ان هي تلاقي نفسها كان في حرائق غابات وبيتها اتحرق مثلا، بيتها بالكامل اتحرق، ولقيت نفسها فقدت حد مثلا من العيله والبيت اتحرق بالكامل. فده حصل في كاليفورنيا فعليا، الناس لقوا نفسهم ان هم بيوتهم اتحرقت وسابوا كل حاجه وخرجوا من بيتهم او راحوا هاجروا في مكان تاني. ده حصل في بنغلاديش، هنلاقي الناس climate migrants، ناس كانوا عايشين في مكان عندهم أملاك، عندهم أرض، عندهم مواشي، عندهم حاجات يمتلكوها، عندهم بيت، وسابوا كل حاجة واضطروا ان هم يهاجروا ويروحوا مكان جديد. وده للأسف السيناريو اللي احنا شايفينه ده ممكن يكون يعني لقدر الله يعني ربنا فعلا يبعد عننا كل حاجة، عشان ممكن يكون ده قدر اسكندرية أو ده اللي يحصل في اسكندرية، ان احنا نلاقي نفسنا مضطرين نهاجر ونمشي ونسيب المكان اللي احنا عايشين فيه. فده بيؤدي loss of homes, jobs, loved ones، الواحد حياته بتتغير بالكامل، في إحساس بالhopelessness، أنا مش قادر أعمل حاجة، تغير المناخ ده حاجة أكبر مني بكتير جدا، دي حاجة
يعني طب انا اعمل ايه، انا في ايدي ايه، فده بيؤدي لمشاكل ممكن تزود ال post traumatic stress syndrome، ممكن تؤدي لل suicide او الانتحار، فممكن يحصل مشاكل نفسية كتير بسبب موضوع تغير المناخ، لدرجة ان العلماء اطلقوا كلمة على الموضوع ده سموه solastalgia. solastalgia هي كلمة جاية من مفهوم النوستالجيا. نوستالجيا معناها حنين، مثلا حنين الواحد لبيته، هو بعيد عن بيته بيبقى حاسس ان هو نفسه يرجع لبيته. السولستالجيا هي العكس، وانا قاعده في بيتي بس انا النوستالجيا هو انا فعليا قاعده في بيتي بس حصل يعني البيت او المكان ده او الهوم ده اتغير بشكل كبير جدا لدرجه انه خلاص ما بقاش هو ما بقاش نفس المكان، ما بقاش مش قادره ان انا اعيش فيه. فده فكره كل مشاكل المنتل هيلث اللي جايه نتيجه الكلايمت تشينج. طيب في الاخر خالص انا عايزه بس اسيب الناس برساله امل، يعني عشان اكيد انا جبت اكتئاب للناس كلها، بس احنا لازم نعرف انه الناس اللي بتنكر تغير المناخ بتقول ايه. في ناس كتير مش من مصلحتها ان يحصل اي حاجه في موضوع تغير المناخ ده، ليه؟ لان هم بيكسبوا مكاسب كبيره جدا من الوقود ومن البترول وكده، يعني شركات اقطع من عندي، انا اسفه انا قفلت الكاميرا، ممكن ده يحل المشكله. اللي أنا بس كنت بحاول أقوله إنه إن الناس اللي بتحاول تنكر تغير المناخ بتقول الأول كانت إنه مفيش حاجة اسمها تغير المناخ أصلاً، المناخ ما بيتغيرش وإحنا زي ما إحنا والحرارة زي ما هي، وطول عمرنا بنشوف موجات الحر، طول عمرنا بنشوف فيضانات. ففي ناس بتنكر تغير المناخ عشان مصلحتها إن الدنيا تستمر زي ما هي. الناس دول بعد ما العلم يعني أثبت إن كلامهم غلط بقوا يقولوا لا طب ماشي في تغير مناخ فعلا، بس السبب فيه مش الانسان، يعني السبب فيه مش الوقود، السبب فيه مش البترول، السبب فيه مش انا، انتوا سيبوني في حالي وخلوني اكمل الارباح بتاعتي زي ما هي. فهو بينكر اصلا ان الانسان هو اللي تسبب في موضوع تغير المناخ. طيب بعد كده دلوقتي الناس بيقولوا ايه، بيقولوا ان فعلا تغير المناخ حاصل وهو فعلا الانسان هو السبب فيه، بس احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه، خلاص بقى محدش يتكلم على اي اكشن ولا اي حاجه نقدر نعملها، كل الامور هتستمر زي ما هي كده. فاحنا لازم نعرف ان احنا نرفض الثلاث افكار دول، تغير المناخ فعلا حاصل، تغير المناخ سبب، والانسان تغير المناخ احنا نقدر فعليا ناخد اكشنز عشان نوقف منه، او على الاقل نقلل من سرعته او نقلل من سرعه الكوارث اللي ممكن تحصل. طب احنا نقدر نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا نوعي الناس ان المشكله الاساسيه هي شركات البترول والغاز والفحم، وان احنا نبدا ندور على مصادر طاقه متجدده غير موضوع البترول والغاز والفحم. يعني لازم ندايفست او ناخد من الشركات بتاعه البترول والغاز والفحم وما نسيبهمش انهم يعملوا اللي هم عايزينه، فلازم عندنا الوعي ده في الاول. ناخد بالنا من احنا بنستخدم العربيه قد ايه، لو احنا نقدر ان احنا نستخدم مواصلات، ما هو ينفعش يبقى في عربيه لكل مواطن، يعني حاجه مش منطقيه. عدد العربيات زاد جدا وده هو اللي يعني بيساهم بنسبه كبيره جدا في موضوع الغازات الدفيئه. فاحنا نحاول نعمل زي في امريكا بيحاولوا يعملوا كار بول، معناها ان اكتر من حد يركب مع بعض في نفس العربيه، مش عربيه لكل واحد وعدد العربيات كتير جدا، وده اللي عمال يزود الاحتباس الحراري. الطيارات بتزود بتساهم في موضوع كلايمت تشينج بكذا طريقه من ضمنها الغازات الدفيئه. ففي ناس كتير بقت دلوقتي بتفكر هل فعلا في سبب ان انا اطير المكان ده، في مؤتمرات ممكن نخليها اونلاين، في حاجات تجمعات مش شرط ان كل حاجه الناس لازم تاخد طياره وتسافر عشانها. الفود ويست او اهدار الطعام الزياده، يعني في ناس كتير الاكل الزياده بترميه، وده بيزود الغازات الدفيئه وبيزود الجرين هاوس جاسز وبيزود الفود ويست، بيزود الجرين هاوس جاسز بنسبه 10%. فناخد بالنا ان احنا نقلل من الاستهلاكيه بتاعه الاكل، ما نرميش اكل.
البيف والميلك اللحمه والالبان من الحاجات اللي بتزود جدا الجرين هاوس جاسز، زي ما قلت ان عشان يربوا اصلا المواشي دي بيضطروا يشيلوا غابات، ويشيلوا الغابات دي هي الرئه بتاعت الارض اصلا، وبيعملوا يعني البقر والالبان يعني هم عايزين ينتجوا منهم كميه كبيره جدا عشان يكفوا عدد ناس كتير جدا. فاحنا لو خدنا بالنا هنلاقي المشكله الاساسيه هنا اللي بنتكلم عليها هي الاستهلاكيه. يعني الاستهلاكيه هي اللي بتخلي الناس عايزه تاكل لحمه كل يوم. ما كانش زمان الناس بتعمل كده، كان زمان الناس عندها وعي او ما فيش اصلا امكانيه ان الواحد ياكل لحمه كل يوم، او ان اللبن ده يبقى على طول موجود، او ان الاكل نجيبه ونرمي بقيته. ما حدش كان بيعمل كل الحاجات دي. دي كلها من المشاكل الحديثه اللي ادت انه في الاخر اختل التوازن وبقى عندنا المشاكل الموجوده عندنا دلوقتي. البلاستيك من الحاجات اللي بتساهم بنسبه كبيره جدا في موضوع التغير المناخ، موضوع الجرين هاوس جاسز. وعشان برضو نبقى واضحين، يعني مصر استهلاكها من البلاستيك مش هو اللي هيأثر تأثير كبير جدا في العالم، بس انا بتكلم على فكره الاستهلاكيه، فكره ان احنا بقينا في ترند في مصر ان احنا بقينا نعمل زي الاجانب في كل حاجه. هما بيستهلكوا بلاستيك كتير ويرموا، بقينا زيهم، بقينا نجيب الحاجات ونستخدمها مره واحده ونرميها. احنا في مصر كان طول عمر الناس بتعيد استخدام كل حاجه، مش بترمي اكل. اللحمه برضو ما عندناش فكره ان اللحمه كل يوم، دلوقتي لا، احنا تغير يعني اكلنا اتغير، طريقتنا اتغيرت، البلاستيك بقينا نستخدمه كتير، وبقى الناس عندها احساس انه اشتري وارمي استخدم الحاجه مره واحده واستهلك وارمي، وكله بقى ده الترند اللي ماشي في العالم. فاحنا لازم ناخد بالنا ان ده طول عمره مش ماشي مع مبادئنا، احنا مش ماشي مع ديننا، احنا مش دي طريقتنا، ومش عشان الناس بتعملها بره يبقى احنا لازم نعمل زيهم، والا يبقى عندنا مشكله، لان هو ده اللي ادى في الاخر لاختلال التوازن ولتغير المناخ. الفاست فاشن اندستري هي كل الصناعه اللي ليها علاقه بالفاشن واللبس والحاجات دي كلها، ده بيساهم بنسبه 8% من الجلوبال كلايمت تشينج امباكت. كان زمان الناس بتجيب اللبس يعني بحدود بقى، يعني ما كانش اللبس متوفر بالنسبه الكبيره دي، والناس تفضل تغير كل سنه ترمي اللبس وتجيب تاني. حتى اللي بيرمي اللبس بيديه لحد محتاجه. دلوقتي بقى في 85% من جميع الاقمشه اللي بتتصنع بتترمي كل سنه، ده رقم كبير جدا، 85% بيترمي. وغير بقى ان الغسيل بتاع اللبس ده بينزل مايكرو فايبرز في الميه، والمايكرو فايبرز دي زيها زي البلاستيك بالظبط، بتاثر على البيئه وبتاثر على في موضوع الاحتباس الحراري وتغير المناخ. فده برضو جاي من فكره الاستهلاكيه، ان احنا بنفتح السوشيال ميديا نلاقي حد بيقول لنا انت محتاج لبس تاني، انت محتاج تجيب الحاجه دي وتشتري دي وتستهلك دي وترمي، جيب واستهلك وارمي، جيب واستهلك وارمي. وبقى اللي مش بيعمل كده بقى حاسس انه اكيد ناقصه حاجه كبيره جدا، اكيد ناقصه حاجه مهمه، الناس كلها بتعمل كده، اشمعنى انا اللي مش بعمل كده؟ فده اللي بيؤدي لاختلال التوازن. احنا دي مش مبادئنا ومش الفاليوز بتاعتنا ومش القيم بتاعتنا، ولازم ناخد بالنا ان احنا ما نبقاش زي الفكر ده في النقطه دي، نقطه الاستهلاكيه دي. واخر حاجه ان احنا نحاول نوعي الناس، نعرف الناس ان كلايمت تشينج هو حاجه حقيقيه. المره الجايه ان شاء الله لما نقابل صحابنا او في اجتماع العيله نتكلم على مشكله اسكندريه، نتكلم على مشكله تغير المناخ، نشوف احنا نقدر نعمل ايه. على الاقل الناس تبقى عارفه ان المشكله الاساسيه جايه من شركات البترول والغاز، على الاقل النوع ده من الضغط ممكن يعمل ضغط في الاخر على الشركات اللي هي في ايديها القرارات دي ويعمل ضغط. وده فعليا حاصل، الضغط ده ان احنا حاليا بقى مصادر الطاقه المتجدده سعرها قل جدا، وبقى ناس كتير بتجيب عندها في البيت خلايا شمسيه، والدنيا بدات تتغير واحده واحده مع الضغط. فمهم موضوع التوعيه، وموضوع ان احنا نبقى عارفين ابعاد الموضوع ونقرا فيه ونشرح للناس عشان نقدر نوعي الناس، وان شاء الله يكون في حل للمشكله دي. شكرا جدا، لو في اي اسئله ممكن في الشات او الكيو ان اي. الف شكر دكتوره رضوى على المحاضره القيمه جدا وجرس الانذار اللي حضرتك واجهتيه. يعني الحقيقه الموضوع فعلا هو بيقابل يعني بشكل كبير جدا من الانكار زي ما حضرتك قلتي، يعني الناس كلها بتبقى ما بين يعني مصدق ومكذب للموضوع ده، او بيعتبروه نوع من انواع المبالغه، انما هو واقع فعلا وحقيقه، واصبح محل اهتمام على كل المستويات وكل الدول. يعني يمكن انا كان في لينا شرف كليه الصيدله، يعني ان هي قطاع خدمه المجتمع، يبقى ممثل
او يبقى منسق في جامعه اسكندريه لتعيين البصمه الكربونيه او الكربون فوت برينت السنه اللي فاتت من خلال فريق عمل محترم في لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه عندنا في الكليه بقياده الدكتوره عزه السيد والدكتوره ريم الحمامي والدكتوره سلوى ابو راجح، واتعمل شغل كويس جدا في الموضوع ده على مستوى الجامعه كلها. والحمد لله احنا يمكن جامعه اسكندريه حصلت على المركز الاول على مستوى الجامعات المصريه في موضوع الكربون فوت برينت ده. وكل اللي حضرتك قلتيه ده اوريدي كان من محاور التقييم بتاعت الجامعه. ويمكن اكتر حاجه لفتة للنظر هي موضوع السلوكيات، حكايه ان الناس تركب مع بعض عشان يوفروا عربيه، طبعا العربيات الهجين، الاتوبيسات الجديده اللي نزلت البلد دلوقتي اللي هي بتشتغل بالكهرباء او هجين او كده، يعني هي موضوع السلوكيات فعلا ده ممكن يفرق كتير جدا جدا لو الناس امنت ان فعلا الكلايمت تشينج ده ممكن ان هو يضر الصحه والبيئه جدا يعني. فبكرر شكري تاني لحضرتك على المحاضره القيمه دي، والمجال مفتوح طبعا للاسئله اللي يحب يسال في اي حاجه. شكرا جزيلا دكتور شريف، حضرتك فعلا قلت يعني النقطه اللي هي مهمه جدا ان كل واحد فعلا يحاول يعرف حد، يعني كل واحد يتعلم حاجه ممكن يوعي حد او يعرف حد وده يبدا يغير السلوكيات زي ما حضرتك قلت بالظبط. صحيح. والاسئله ممكن نكتبها في الشات، مش عارفه اذا كنت حاضر اشغل المايكس ولا لا، مش عارفه اعمل كده ولا لا. تفضلي دكتورة حميدة. كده أقدر أتكلم صح؟ أي تفضلي دكتورة. طبعا شكرا جزيلا دكتورة رضوى على المجهود، أنت عملتي مجهود جامد في أن جبتي المشكلة من أولها لأخرها الحمد لله، يعني بقينا كلنا أوير باللي احنا فيه، يعني هو العالم كله بصراحة متجه للي انت بتقوليه ده، وهي مشكلة كبيرة كلنا مفروض نبقى أوير بيها. بس أنا عايز أقولك إنه أنا بتابع الموضوع ده في الميديا، واللي بيقال دلوقتي إن رغم إن كل العالم مهتم إن الهند والصين أكتر دولتين مسببين في الكلايمت تشينج، فيعني هما مش عايزين يستغنوا عن استخدام الفحم. احنا عندنا في مصر انا عايزه اقول لك انه بقى الاتجاه دلوقتي باستخدام الغاز في العربيات بدل من الوقود السائل، يعني حتى في اتجاه كده انه مش هتطلع رخصه عربيه الا انها تتحول لغاز. فانا مش عارفه ايه رايك في الحكايه دي، هل الغاز صديق للبيئه اكتر من اي حاجه تانية؟ لانك انت ذكرتي من ضمن الاسباب اللي بتسبب كلايمت تشينج، بس أنا فاهمة من اللي بسمعه وبشوفه إنه الغاز لأ. زائد النقطة الاستهلاكية، أنا عايزة أقولك إن أنا سواء اتعاملت مع أمريكان أو أي حد من أوروبا، لأ هم في الاستهلاك بصراحة مور أوير عن الجزء الشرق الأوسط. يعني إحنا بنرمي فعلاً، وأنا ما بتعامل معهم بستغرب، بقول إزاي هم يعني قد إيه كيرفول على إن هم ما بيرموش أي حاجة إلا إذا كانت فعلاً هي ويست. لا إحنا عندنا هنا بنرمي، فلازم يكون في awareness، لازم يكون في workshop للشعب يتوعى سواء هنا أو في منطقة الشرق الأوسط كلها. شكراً لكي يا رضوى، وبحييكي وبهنيكي ودايماً كده للأمام. شكراً حبيبتي. شكرا جزيلا دكتورة حميدة، أسئلة حضرتك ممتازة جدا، يعني نقط المناقشة جميلة جدا. هو الاتجاه عموما هيكون أكتر لمصادر الطاقة المتجددة، هو في الآخر يعني كل طول ما احنا محصورين في موضوع الفاصل فيولز احنا عندنا مشكلة ان هي في يوم من الأيام هتخلص، مشكلة ان احنا بنزود من الاحتباس الحراري ممكن بنسب مختلفة، يعني ممكن البترول يفرق عن الغاز أو كده، بس في الآخر احنا محصورين في حاجة هي بتسبب مشكله. لكن اتجاه طبعا في الاخر لمصادر الطاقه هي زي الطاقه الشمسيه، وبقى في ناس كتير دلوقتي يعني الدوله بقت سامحه انه حتى عايز يجيب خلايا شمسيه عنده في البيت ممكن كمان ينتج كهرباء ويبيعها للدوله او يديها للدوله والدوله تديها يعني تدخلها في الكهرباء بتاعه المدينه، فدي حاجه جميله جدا بقت موجوده وشفتها في ناس تعمل كده. فهو ده في الاخر الاتجاه في النهايه يعني.
بالنسبة للسؤال التاني بتاع حضرتك، موضوع الاستهلاكية ده نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتيها. يعني 100% الناس اللي حضرتك تتعاملي معاهم في أمريكا هم المتعلمين، هم الدكاترة، هم الناس اللي هم أكيد حضرتك مثلا بتتعاملي مع ناس في الجامعة أو كده، دول الناس اللي عندهم وعي، ودول اللي بيمثلوا نسبة صغيرة جدا. باقي الشعب بيستهلك استهلاكات شديدة جدا، البلاستيكس بتترمي بشكل رهيب، محدش يقدر يتخيل الأمريكان دول بيستخدموا البلاستيكس إزاي وبيرموا ازاي. فهم مؤخرا يعني الكلام ده طبعا في وعي كبير حصل في اخر فتره، بقى في ريسايكل، بقت بيجبروا الناس بيحطوا في كل مكان ريسايكل بين عشان الناس ترمي فيه البلاستكس والحاجات الريسايكلبل. بس هم الوعي ده يعني حصل بعد ما حصل مشكله كبيره، ازمه كبيره في العالم. احنا عندنا في مصر احنا بنرمي، بس الحاجه المهمه انه في الاخر ما بتترميش. يعني في ناس بتاخد الرابش والتراش بينز وكده وبتفضيها، بتاخد منها بلاستيك، تاخد منها الورق، تاخد منها كرتون، في الاخر مش بقى فيها حاجه خالص. فدي حاجه كويسه ان احنا في الاخر احنا مش بنرمي بالمعدل اللي حضرتك متخيلاه. ممكن مثلا حضرتك شايفه احنا مثلا كافراد بنرمي، بس في الاخر الاجمالي يعني ان الدوله اللي بيوصل في الدمبس يعني وبيترمي فعليا بيبقى معظمه حاجات عضويه. فدي نقطة، احنا مش من المسببين للـ climate change يعني الحمد لله يعني، بس قصدي في الآخر احنا المتضررين، احنا بندفع الثمن. يعني في ناس تانية هي اللي بتسببه واحنا عمالين ندفع الثمن. فدي للأسف مشكلة يعني. فشكرا جزيلا النقطة اللي حضرتك أثرتيها، نقط جميلة جدا يعني. ألف شكر يا دكتورة. لا شكرا لك، شكرا لك ومجهودك ما شاء الله. شكرا حبيبتي. شكرا حضرتك. تمام، في اي سؤال تاني ممكن نكتبه في الكيو ان اي؟ حد هو في فعلا سؤال يا دكتوره رضوى في الشات. اسيا وليد، تمام، هو حضرتك لو شايف السؤال انا مش شايفاه. هو السؤال بتقول حضرتك كنت ذكرتي في الفيديو اللي على اليوتيوب ان في علاقة بين العواصف والحشرات اللي بتنقل الأمراض، ممكن توضيح الجزء ده؟ تمام، هي الفكرة في العواصف مش الحشرات، هي العواصف بتنقل البكتيريا زي والفيروس زي السالمونيلا والنور فيروسز. احنا بنلاقي مثلا لو يوم الهواء شديد شويه او كده، ده عاده بيزود، ده بيكوريليت مع زياده في الفود كونتامينيشن، لان ده بينقل. يعني الهواء الشديد ده ممكن يبدا ينقل بكتيريا ويعمل كونتامينيشن للفود، يعمل تلوث في الغذاء او تلوث في الطعام يعني. فده دي حاجات دوكيومنتد، يعني هم لقوا ان في علاقه ان الثاندر ستورمز لما بتحصل العواصف دي بيبدا يحصل زياده في حالات تلوث الغذاء او الفود كونتامينيشن يعني، بس خصوصا بالبكتيريا مش الحشرات. الحشرات اكتر مرتبطه بالحراره والنطاق الجغرافي للحشرات دي والنطاق الزمني بتاعها كمان. اي اسئله تانيه؟ أنا مش عارفة أنت شايفة الشاتس ولا لأ، بس فعلا هي الناس كلها بتشكرك وبتقولك جزاك الله خير على المحاضرة. وإحنا جامعة دورنا إيه بين الكليات فقط، وليس كل الكليات مثلا تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. أنا أحب أعلق، يعني اسمحي لي يا دكتورة رضوى أعلق على الجزئية دي. معرفش يعني، هي فعلا ابتدت ان هي تتطبق في احد مباني الجامعه، وذكرت الجزئيه دي ان احد المباني تقريبا يعني على قد ما اذكر يا اما كليه العلوم يا اما في كليه الهندسه، ابتدت ان هي تدار بالطاقه الشمسيه. ودي يعني زي ما نقول على بايلوت سكيل، ابتدت الجامعه ان هي تطبقها وتشوف هل في امكانيه ان كل مباني الجامعه تشتغل بالطريقه دي ولا لا. فهي فعلا على مستوى جامعة اسكندرية ابتدينا ان احنا نطبق الجزئية دي. وفي حد وفاء
وفاء العروسي بتقول هي فعلا كلية العلوم وكلية الهندسة الاتنين بالفعل ابتدوا ان هم يطبقوا تجربة الطاقة الشمسية. شكرا يا دكتورة وفاء، او شكرا يا وفاء، انا يعني اعذريني لو انا مش عارفة الافليشن. دكتورة وفاء، غالبا دكتورة وفاء وكيلة كلية التمريض. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره وفاء، يعني اشكرك على المداخله دي، ان فعلا اكدت لي المعلومه ان علوم وهندسه ابتدوا ان هم يطبقوا الطاقه الشمسيه. اعتقد كمان معهد البحوث الطبيه عنده بايلوت سكيل في الموضوع ده، بيطبقوا برضه امبارت تحت التجربه يعني. ان شاء الله طبعا تبقى جامعه اسكندريه زي ما هي بتبقى رائده في حاجات كتيره قوي، إن شاء الله برضو تكون رائدة في تطبيق الطاقة الشمسية في مبانيها كلها. حاجة رائعة جميلة جدا دكتورة ميرفت، شكرا للمعلومة. يعني في حد كمان من الطلبة بيسأل يعني يقدروا يساعدوا ازاي لو الكلية بتعمل أي نشاط أو حاجة، فممكن إن هم يتواصلوا مثلا مع لجنة البيئة أو كده، وهم حابين إن هم يساعدوا يعني، فدي حاجة جميلة من الطلبة. أهلا فأي وسهلا، حاجة تمام. أهلا وسهلا. أي حد عنده فكرة كويسة، فكرة لحملة معينة تتعمل في الكليات المجاورة، في المجمع الطبي، تتعمل في النوادي، في المدارس، ما عندناش أي مشكلة. بالعكس، ده من واجبنا ومن دورنا المجتمعي فعلا يعني للقطاع الحقيقة، ودي حاجة مطلوبة جدا، إلى جانب الفيديوهات طبعا، وإلى جانب المحاضرات ورش العمل. الكامبينز دي بتكون مهمة جدا يعني. فأي حد عنده فكرة يشرفني في المكتب، أهلا وسهلا، ونقدر إن احنا نعمل حاجة كويسة بإذن الله يعني. هي في حاجة تانية دكتورة رضوى أنا كنت عايز أقولها يعني، من خلال ممارستي الموضوع الكربون فوت برينت اللي اتعمل على مستوى الجامعة السنة اللي فاتت ده، موضوع الديجيتاليزيشن ده أصبح مهم جدا في الموضوع ده، لأن عملية استهلاك الورق أحد أهم الملوثات البيئية والمصادر الكربون دايوكسيد. فإذا قدرنا نقلل الورق على قد ما ربنا يقدرنا في الاستخدام في على كل القطاعات يعني، سواء كان في المراسلات، المكاتبات، حتى الكتب والكلام اللي زي كده، إن كل حاجة بتتحول لديجيتال رغم صعوبتها في الأول، إلا إن هي أصبحت برضو ضرورة جدا جدا يعني، اقتصادية وبيئية الاثنين على كل المستويات. نقطة جميلة جدا يا دكتور، وحضرتك عندك حق. في الأول زي ما حضرتك قلت الناس يعني في مقاومة، يعني أول ما الواحد بيقترح حاجة زي كده بيلاقي الناس مش مبسوطة قوي بالاقتراح، بس فعلا الواحد لما بيتعود على النظام الإلكتروني خلاص مش بيبقى عايز أصلا يطبع أي ورق تاني، بيفكر مرتين قبل ما يطبع أي ورقة. فنقطة صحيح، ممتازة يعني. ورب ضار نافع جاء موضوع الكوفيد وتحول الدراسة كليا أو جزئيا لأونلاين، خلت الناس تقرب أكتر من الكمبيوترز والفونز والحاجات اللي زي كده، والورق يعني أهميته تقل تدريجيا. بالظبط بالظبط فعلا. وعلى مستوى اسكندرية برضو عشان خاطر الضيوف اللي سامعيننا يعني، اللي احنا المراسلات ما بيننا وما بين الجامعه كلها في الوقت الحالي الكترونيه، نادرا لما بتيجي حاجه ورقيه يعني، بتكون حاجه هايلي دوكيومنتد، وتبقى محتاجه بس ان هي يكون عليها مثلا ختم حي او حاجه زي كده، وفي اضيق الحدود. انما معظم الشغل ما بين الكليات واداره الجامعه بيكون كله ديجيتال يعني. واحنا كمان يا دكتور شريف من اي اسئله تانية؟ انا بس حاجه بين الاقسام برضو المراسلات كتير قوي بين الاقسام الاداريه والعلميه، بنلاقي حضراتكم برضو الورقه مطبوعه على ظهرها حاجه تانية يعني، احنا بنستخدم الورقه على قد ما نقدر عشان برضو يعني ما نستهلكش ورق كتير. صح، ريسايكلينج كمان عشان نستفيد برضو بالامكانيات. بالظبط، ما يبقاش اوفرلود في الشراء وفي نفس الوقت في الويست. يعني بس عايزة أوضح إنه تسجيل المحاضرة دي إن شاء الله هيكون موجود على يوتيوب على القناة دي، ولو في أي أسئلة ممكن لو حد حابب يوصلي عن طريق الإيميل أو فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر أي حاجة من الحاجات دي أنا متاحة يعني للأسئلة. ولو في حد عنده أي أسئلة تانية الندوة مسجلة وهحطها على يوتيوب إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة ميرفت تحبي تختمي بحاجة؟ طبعا انا بشكرك جدا دكتوره رضوى، انت فجرتي يعني مشكله كبيره يمكن احنا متعايشين معاها
مش شايفينها قوي، لكن احنا ان شاء الله باذن الله يعني ولادنا كمان هننبههم للمشكله دي وهيساعدونا ان احنا ننشر الوعي زي ما قال دكتور شريف في النوادي في المدارس من اول طفل وهو صغير. لو عودتيه على كده وهو هيكبر وهو بيحاول ان هو يحافظ على البيئه بتاعته عشان هو اكتر واحد هيتضر او هيستفيد لو هي جرى لها حاجه. فانا بشكرك شكرا جزيلا، وتفضل دكتور شريف. ألف شكر دكتورة ميرفت على ملاحظة حضرتك يعني الجميلة، ويعني أنا لو ما كانش فيه أسئلة تانية أنا بشكر جدا دكتورة رضوى على المجهود الضخم اللي عملته وعلى سرعة التلبية الحقيقة في وقت قياسي، يعني من ساعة ما طلبت منها التاسك ده، وإن هي يعني كانت سباقة بإن إحنا مش مجرد إن إحنا نعمل المحاضرة، لا ده كمان فيديوهات توعوية. أنا كنت لسه هطلبها منها فلقيتها هي عملتها من نفسها الحقيقة، ودي حاجة طبعا يعني تشكر عليها جدا جدا يعني. وبإذن الله دي بداية لسلسلة من النشاطات المستمرة بإذن الله لحد ميعاد المؤتمر، وهتبقى يعني أتمنى أنها تتحول إلى ثقافة عامة الناس كلها تبقى يعني مهتمة بيها، مش مجرد بس عشان تلبية احتياجات المؤتمر اللي هو بتاع شهر نوفمبر الجاي، لا ده يبقى لايف ستايل بالنسبة للناس كلها إن شاء الله يعني. شكرا دكتوره رضوى. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، انا بشكر حضرتك على الفرصه الجميله دي، انا فعلا استمتعت وانا ببحث في الموضوع وبتعلم وحسيت ان انا يعني عايزه اعمل اكتر من فيديو، ان شاء الله اعملهم بالعربي يعني باذن الله لو حد عايز يتابعهم يعني ان شاء الله باذن الله. برضو علشان خاطر غير ناطقين بالانجليزي والموظفين وكده تبقى الموضوع برضو ايه سهل التناول بالنسبه لهم. ان شاء الله ان شاء الله. تمام، ألف شكر للحضور الكريم والاهتمام بهذا الحدث يعني، ويعني نلتقي مع بعض إن شاء الله قريبا في لقاءات أخرى من خلال محاضرات تانية بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا وقت، ألف شكر لحضراتكم جزيلا.